الذي يحضر عندك من أجل أنك تحضر لله هذا أفضل شيء. أما يحضر لديك من أجل شهادة من أجل دنيا هذا لا، هذا كله والله لا يصلح. ولهذا لابد تتنبه، عندنا بعض المراكز يعمل من أجل المال والله صدق، فينادوا بعض المشايخ ويقول يا شيخ لماذا ما تأتينا تدرس وكذا. هو هذا عندما يأتي الشيخ يجمع أموال من الناس باسم من؟ باسم الشيخ حتى يربحوا. وهذا مشكلة أيضا عندنا، أن بعض المراكز الآن قائمة على هذا، على الأموال، جمع الأموال. ولهذا لابد أن تتحرى. أحسن شيء والله أعلم أنه لا تذهب إلا للمساجد، المراكز وكذا اتركها. أحسن شيء في الدعوة إلى الله في الخارج أما أن تأتي الناس سواء في الأسواق أو في أماكنهم وكذا، أما المراكز لأنه بعضهم يعني يستغل بعض المشايخ في جمع الأموال في كذا أغراض أحيانا دنيوية، فأحسن شيء تأتي المسجد. المسجد لمن؟ ها؟ لله، وانتهى الأمر. فأحسن شيء لو المساجد متوفرة هذه أكبر نعمة، أنك تدرس في المسجد. مسجد لا أحد يحسب عليك أن يقولك والله تابع لجمعية فلان جمعية علان، وتدرس في المسجد وتخرج.